تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة. تحت رعاية رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. ٢٨ سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعاً على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة وسط إقبال كبير من المواطنين على الاستفادة من التخفيضات ومن الجودة العالية للسلع المعروضة. كل السلع الاستراتيجية هي متوفرة لكل الناس كل أنواعها، سواء رز، زيت، سكر، أي منتج هو متوفر بأسعار مناسبة. ده تعاون مشترك وده دور علينا كلنا، إحنا كسلاسل تجارية وكموردين وكحكومة طبعاً إن هي بادرت بالمبادرة دي، إن إحنا كلنا نساعد المواطن بمنتجات جودتها كويسة وأسعارها في متناول الجميع. كل السلع الاستراتيجية موجودة وبوفرة، الرز والسكر والمكرونة والزيوت وكل الأنواع دي، كل الحاجات دي متوفرة معنا وبكثرة وبكمياتها، واحنا بنحب نطمن المواطن. الاسعار تنافسيه واسعار كويسه جدا. بسوق في المكان لقيت المكان كويس جدا وعجبني فيه اكتر حاجه ان مبادره كلنا واحد، دي حاجه جميله. فوجئت ان الاسعار مناسبه جدا جدا ليا والاسعار غير ما انا بشوفها كمان بره، وبتمنى ان الاسعار دي تتعمم على مستوى كل المتاجر اللي في مصر كلها. مبادره حلوه جدا وبشكر سياده الرئيس السيسي على المبادره ديت، بجد بتساعد ناس كتير واسعارها حلوه قوي. بشكر الرئيس طبعا جدا على المبادره ونتمنى ان هو طبعا يعملها دايما على طول المبادره دي. هي مبادره ناجحه جدا وبصراحه انا ما بجيبش الا منها. كما حرصت الوزاره على اقامه 4 معارض رئيسيه تتوفر فيها كافه انواع السلع بجوده عاليه واسعار مخفضه. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي ربطنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. دخلت النهاردة لقيت كل حاجة متوفرة وأسعار في متناول الجميع، كل حاجة موجودة بالنسبة للمبادرة بتاعت الرئيس. وبعدين ده مش موجودة هنا بس، ده موجودة في جميع السلاسل. أنا بشكر الرئيس طبعا على وقفته معانا وعلى المبادرة وموفر لنا كل السلع وبأسعار مناسبة لينا جدا، وحابة أشكر وزارة الداخلية على وقفتها المهتمية بكل حاجة متوفرة في الأماكن سواء في السوبر ماركت او اي مكان. شايفه في فرق بين الاسعار ما بين المبادره وهي موجوده والاسعار ما بين المبادره وهي مش موجوده، في فرق بين السعر ده والسعر ده، ودي حاجه احنا بنتمنى تبقى موجوده على طول علشان تبقى في متناول الايد لينا. حاجات بصراحه على طول اللي انا محتاجاها بتاعت البيت موجوده في السوبر ماركت وباسعار كويسه، وده طبعا نتيجه برضو المبادره اللي الرئيس عاملها، والواحد يعني يتمنى انها تطول معانا اطول فتره ممكنه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة عبر 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد ونبقى جنبك للنهاية. وتأتي مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 23 امتداداً لمراحل المبادرة السابقة، والتي تهدف وزارة الداخلية من ورائها إلى المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أسعار السلع. لو تحترينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب.